تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في رحلة ميديا ان تي في من جهة لجهة. رحلتنا مستمرة وإحنا الآن متواجدين في جهة الرباط سلا القنيطرة وبالضبط في مدينة الخميسات. هذه الجهة وحسب التقطيع الجهوي الجديد هذه الجهة هي رقم 4 في قائمة جهة المغرب. مدينة الخميسات تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي وعرفت هجرة قروية مهمة خلال فترة السبعينيات، وكان لموقع المدينة القريب من محور رباط الدار البيضاء العاصمتين الإدارية والاقتصادية، وموقعها على الطريق الرابطة بين الرباط ومكناس كان له التأثير الأكبر في التوسع العمراني اللي كتعرفوا مدينة الخميسات حاليا. نخليكم مع ورقة تعريفية حول الجهة وحول مدينة الخميسات في التقرير التالي لعبد الصمد الصالح. تحمل جهة الرباط سلا القنيطرة الرقم 4 بين جهات المغرب وفق التقطيع الجهوي الجديد، وهي الجهة التي تضم على ترابها أزيد من 4.5 مليون من الساكنة. الخميسات هو أحد أقاليم الجهة التي تضم أيضا أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، فضلا عن 3 عمالات، ويتعلق الأمر بعمالات الرباط وسلا وصخرات مارا. ببطء تتحرك عجلة التنمية بمدينة الخميسات وإقليمها وسط جهود حثيثة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المهمة التي يوفرها تراب الإقليم الذي يتميز بغطاء غابوي مهم وحقينة مائية وازنة تجعل المنطقة ضمن الروافد المهمة للمنتجات الفلاحية على المستوى الوطني. يسهر على تسيير شؤون الجماعة الحضرية للخميسات مجلسها البلدي وفق الاختصاصات المنصوص عليها في الميثاق الجماعي. في إطار التوسع العمراني اللي كتعرفوا مدينة الخميسات أطار مشروع تصميم تهيئة المدينة الكثير من الجدل في الأوساط الساكنة وجمعية المجتمع المدني ومختلف الفعاليات، وذلك لأنه بحسب المواطنين قصى العديد من المرافق المهمة اللي يمكن تساهم في نماء مدينة الخميسات كمشروع الحي الصناعي ومشروع السكك الحديدية إلى غير ذلك من المشاريع الإنمائية واللي كتلعب فيها الجماعات الترابية دور فعال. نخليكم مع تقرير تالي لفيصل أبروش وفيز شفيق. لطالما شكلت مشاريع التهيئة العمرانية نقطة جدل لدى جميع المتدخلين في شأن المحلي لمدينة الخميسات، فالمدينة شهدت تعثرات في إخراج مخططات التهيئة الحضرية إلى حيز الوجود، ما أدخل المدينة في حالة من الركود وأغرق توسعها في مستنقع الممارسات العشوائية، بل وحتى كبح عجلة التنمية بها. كيف يعقل احنا كان بعدو على العاصمة ب 75 كيلومتر ونحن ما عندنا والو، ما عندنا لا مرافق لا حتى حاجه، وهذا المشكل تيعانيو منه الشباب كاملين. فين ما كان شي منطقه خضراء، فين ما كان شي حاجه اللي غادي تعطي رونقه للمدينه او جماليه ديالها الا هي كتمشي. النموذج ديال الحي الصناعي اللي هو ما الحي الصناعي ما بتاتا ما كانتسماش حي صناعي، ولا استثمار تما ديال الاعراس وديال الحفلات وكذا. تعتبر مخططات التنمية العمرانية الراسمة لمعالم المدينة خلال 10 سنوات كاملة، فهي المؤطر للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والثقافية بالمدينة، إضافة إلى كونها الضابط للتوسع العمراني بما يضمن وحدة وانسجام المدينة. هنا يظهر الدور المحوري للمجالس الترابية باعتبارها المتدخل الأساسي في تصور وإخراج مخططات التهيئة العمرانية إلى حيز الوجود. عندنا اشكال ديال 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 المشروع ديال التهيئه ديال مدينه الخميسات اللي مازال متعطل واللي كتضرر منه من طبيعه الحال الساكنه، لاعتبارات انه ما كايناش واحد الروح ديال المسؤوليه. مدينه الخميسات محتاجه لشيء الكثير، محتاجه للحي الصناعي يكون قائم بذاته، محتاجه للخط سكك حديد يربطها بمدينه الرباط ولما لا بمدن اخرى، محتاجه من طبيعه الحال المرافق الرياضيه، محتاجه للتهيئه عمرانيه من طبيعه الحال محاربه دور الصفيح اللي هما ولاو كيشكلوا واحد الحزام اللي هو خطير على مدينه الخميسات. تطلعات ديال السكينه يمكن ترجمتها في اطار مشروع تصميم التهيئه الذي كان يتعين ان يجيب عن اهم المطالب المشروعه لسكينه عاصمه زمور وعلى راسها احداث نواه جامعيه للمدينه، وذلك رفعا لمشاق عناء الطلبه الى الرباط او مدينه القنيطره، وايضا ربط سككي بين مدينه الخميسات والرباط، واحداث مستشفى وطني بمواصفات لما لا دوليه للاستجابه للمتطلعات او الحق في الصحه للمواطن.
قد تتعدد مطالب سكان مدينة الخميسات، لكنها تتوحد في ضرورة وضع تهيئة حضرية ترقى لمستوى تطلعات الساكنة وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حاجية السكان وتدرس الشكايات والتعرضات وملاحظات فعاليات المجتمع المدني. سؤال شارع مشاهدينا غادي يكون حول انتظارات ساكنة مدينة الخميسات من مشروع تهيئة المدينة وحجم مواكبة للتطلعات المواطنين عبر تحديد مسار المدينة وتأهيلها. كنتمنوا من الفاعلين اللي هما كيتحملوا المسؤولية، كنتمنوا يكونوا كيتحملوا المسؤولية بالجدية ماشي ونفس الوجوه اللي كنشوفوا دائما في هذه المدينة، إلا هي دائما هي بغينا وجوه جديده اللي غادي تفعل المدينه. الناس اللي غادي يحملوا المشعل في المجلس البلدي القديم يجب ان يكونوا في مستوى التحديات التي يلتمسها او يطلبها ساكن مدينه الخميسات، وايضا بما يحقق تنميه مندمجه للاقليم في الفضاء ديالو الجهوي والوطني. من لا شك فيه انني مقبل للانتخابات، وانا شاب من الشبان اللي خصني نمارس هذا الحق اللي هو ديالي. اول حاجه انه يكون الرجل المناسب في المكان المناسب اللي هو غيخدم الحي ديالي بالخصوص، لان الا ما خدم ليش حي ما يمكنش يخدم المدينه ككل. كنشارك في انتخابات كنصوت الميتو، ولكن ما كاينش المرشح اللي كنصوتوا عليهم ما كيفيدونا بوالو. المدينه ديالنا كتنتحل الصفه ديال المدينه وهي ماشي مدينه، لانها كتفتقر بزاف ديال المرافق. تيجيو الناس تنتخبوا تنجحوا تمشيو وما تيديروا والو. تنتمنى ان شاء الله من هادو اللي غادي يجيو ان شاء الله يتطلعوا في هذه المدينه اللي الشباب ديالها راه ضايع. مشاهدينا، انتظارات ساكنة مدينة الخميسات كبيرة وطموحهم أكبر من خلال مشروع تهيئة كيساهم بشكل فعال في تأهيل مدينة الخميسات اقتصاديا واجتماعيا، وهذا الشيء اللي كيتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والجماعات الترابية عندها دور أساسي في هذا الشأن. إذا ما تفوتوش موعد استحقاقات ديال شهر شتنبر وساهموا في نماء جماعتكم مدينتكم وجهتكم وبلادكم. رحلتنا مستمرة وجهتنا القادمة غتكون مدينة الرباط. يمكن لكم تفاعلوا معنا من خلال موقعنا ميديان تيفي وصفحتنا على الفيسبوك هاشتاغ من جهة الجهة. إلى اللقاء.